سيداتي سادتي، السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في قناه مطبخ زمرده. اليوم غادي نحضروا واحد الوصفه سهله جدا وكتصدق في كل الحالات. هي الوصفه ديال البغرير بالسميده. كنحتاجوا لهذه الوصفه 5 كيسان ديال السميده، 4 كيسان ديال الماء، كيسان ديال اتاي، واحد البيضه، معلقه صغيره ديال الملحه، معلقه صغيره ديال الخميره ديال الخبز، ومعلقه صغيره ديال البيكربونات. هاد البغرير كنخدموه في الميكسور بحال هكا، كنديروا الماء دافي، كنزيدوا عليه الخميره ديال الخبز، كنزيدوا عليه البيض وكنسدوه، كنشعلو يبدي يخدم، وكنزيدوا السميده مباشره، السميده رقيقه. انا عندي ما سميده رقيقه، كنخدموه بسميده رقيقه وكنخليوه كيدور. غير على ما نحطوا كاع المقادير كنزيدوا هذا البيكربونات وكنزيدوا الملح. صافي كنريدو الميكسور ديالنا وكنخليو يرتاح نص ساعه حتى 40 دقيقه باش يخمر. كنحصلوا على واحد العجينه بحال هذه عامره بلي بول بفقاعات. صافي وكنبداو نطيبوه وحده بوحده. انا كنطيب هاد البغرير، كنفضل نطيبو في المقلات الصغار بحال هادو. اللي الفرق بين البغرير العادي وهذا ان هذا ما كنبردوش المقله، ما كنبردوش المقلات، يعني غير كطيب وحده كنحطوها كنعاودو نطيبو الثانيه وحنا غاديين حتى كنساليو معاه، ما كنبردوش في كل مره المقلات. البغريره اللي طابت كنحطوها في واحد لاكري، في واحد الشبكه بحال هادي باش تبرد. صافي وصافي بالصحه والراحه. كان هاد المقادير اللي عطيتكم كتجيب لكم 35 حبه تقريبا، وبالصحه والراحه. بالنسبه اللي ما يعرفوش البغرير ممكن بلدان اخرى، كان كيتشرب مع اتاي وزيت العود، زيت الزيتون والعسل او المربى، او الزبده مع العسل او المربى مع الشاي او القهوه بطبيعه الحال. بهذا نكون قد اتينا الى نهايه الفيديو سيداتي سادتي. اشكركم على متابعه الفيديو، نتمنى يكون عجبكم وانكم غادي تجربوا الوصفه ان شاء الله. وما تنساوش تابعوني في قناه مطبخ زمردات، ديروا اشتراك وتضغطوا على الجرس باش يجيكم الجديد، وتابعوني في المواقع الاجتماعيه الاخرى. والى الفيديو القادم ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.